اهلا يا استاذ عماد، ايه الزياره المفاجاه دي؟ اهلا يا شيكو، انا جيت اطمن الواد لسه جوه. عندك بتنايل جوه، يعني هيروح فين؟ ثم انا اللي بحرسه بنفسي مش حد تاني، وبعدين الباشا مديني اوردر ان انا اخلي بالي منه، ثقه فيا. وتعالى الثقه يا شيكو، ما تفتح تشوف الواد. ماشي، الباشا اداله مهله 3 ايام، اداني اوردر ان بعد كده انفذ. هو باينه في ذمتي يوم واحد وبعد كده اشوف شغلي. بقول لك يا شيكو، احنا عايزين نسمع الواد ده بالعقل. بعد كده هيتكلم، بعد كده هيتكلم. ماشي يا باشا. امسك يا شيكو. عسل. خش يا شيكو. صح. ازيك يا حسين؟ عايزك تصحصح معايا كده عشان تخرج من هنا بالسلامة. ازاي بالسلامة؟ ايه ده ما تنفعلش؟ انت اكلت ولا لسه؟ وانتوا خلاص قررتوا تنفذوا حكم الاعدام عشان كده بتسألوني عايز ايه؟ يا شيكو، انت ابن بلد، راجل هيموت من الجوع، انت ما جبتلوش اكل ليه؟ ما هو ميت ميت، وبعدين الصراحة انا كنت جعان فاكلت اكله. قلت اكله. خد دول يا شيكو، هات لنا لقمه ناكلها احنا الثلاثه. ما عنديش اوردر ان اتحرك من هنا. جيب لي اوردر يبقى اوكي، غير كده لو شفت ديناصور قدامي مش هتحرك. لازم يكون في قلبك رحمه وراجل، رجلي في الدنيا ورجلي في الآخرة. الرحمة اطلبها من ربنا. ايه؟ الرحمة اطلبها من ربنا. قالوا الديناصور. على فين؟ تعال بعدين. اخيرا يا دكتوره فريده. الحمد لله يا دكتور. انا عايز اعتذر لك عن الفتره اللي فاتت دي كلها، واوعدك ان شاء الله ان الفتره اللي جايه دي هرجع الدكتوره فريده بتاعت زمان. بالتاكيد، وانا كمان برجع واقول لك ان ثقتي فيكي ملهاش حدود. شكرا يا دكتور. عوية. ايوه دكتور، انا عماد، انا معايا حسين الطويله، شوف هنتقابل فين. الو، ايوه طاهر باشا، انا شيكو. الحقني يا طاهر باشا، انا اتغدر بيا، اتخذت اخوانا يا طاهر باشا. بتقول مين؟ مين؟ عماد؟ طب سيب انت المخزن وارجع الفيلا، وانا هنزل مصر فورا. الجرايد اللي طلبتها ساعتك. جهز العربية عشان ننزل مصر دلوقتي. ننزل مصر؟ فورا. فورا ليه؟ طب وحمزة عويس والورق؟ بعدين بعدين، اللي بيحصل في مصر دلوقتي أهم، ويا نلحق يا تتطربق كلها فوق دماغك. اتفضل. ان حسين جاي؟ حسين ممكن
تهدي يا حبيبتي. ما قالت لك ان ان شاء الله جاي في السكة؟ ان شاء الله زمانه جاي يا سلمى، ما تقلقيش. وعلى بالليل باذن الله هيكونوا كتبتوا الكتاب. خش يا حسين. انا متشكره قوي ان انت وافيت بوعدك. تعالى يا حسين. وانت يا وجدي؟ الحمد لله. تعالى تعالى يا حسين. اه مرتاح. عامل ايه؟ وحشتيني. انت كمان وحشتني. دكتوره انا وافيت بوعدي، الدور عليك. استنى دكتور. تعالى اتفضل يا حبيبي. ها جاهزة يا دكتورة؟ ثواني وابقى جاهزة عن اذنكم. انت بقى عماد وانت مدام حرية. انا من غير ما تتكلم، لولا ان فريدة حكيت لي كل حاجة في تليفون كان لا يمكن اصدق ان انت اللي واقف قدامي دلوقتي. صدقي يا مدام حرية، صدقي. أنا جاهزة. حسين احتمال نتقابل تاني. اتفضلي يا دكتورة. هو في ايه يا دكتورة؟ دي ليلة بني باينة من أولها. هو في صريخ ابن ومين؟ هو أهل البلد راحوا يصيفوا ولا إيه؟ يا رب اللي في دماغي يطلع صح يا مصطفى. وايه اللي في دماغك بقى ان شاء الله؟ عايزه اقابل الحاج ربح. ما عندناش حد بالاسم ده. هقابلها يا عم، وانت اللي هتوديني عندها بنفسك. يا سلام. بأمارة ايه السجن اللي انت فيها دي؟ بأمارة ايه؟ بأمارة رضوان فتيحة شريك طاهر النخيلي اللي بيجي لك دايما هنا. هي الدكتوره اللي جابلك ولا فندي دي قالوا لك ايه؟ انا مش محتاجه حد يقول لي حاجه، انا عارفه كتير قوي يا عمده. ولو حبيت نتكلم انا في الاخر يا دكتوره، وخلي البساط احمدي وجليلي. انت عايزه ايه؟ قلت لك عايزه اقابل الحاج ربح يا سيدي، عايزه اطمن عليها. يا اما والله العظيم هروح ابلغ عنها، اقول ان انتوا خطفتوها وخلصتوا عليها كمان. خلصنا عليها؟ هو مين اللي عينك وصيه علينا؟ انت خايف من ايه يا عمده؟ خايف لما اقعد مع الحاج ربح اعرف منها بقيه الاسرار؟ اطمن، انا عارفه كل حاجه بما فيهم اسرار تل السواقي نفسها. الحاجه بخير؟ قاعده في دارها معززه مكرمه. انا رايحه لها يا عمر، اوعدك من بكره الصبح بدري مش هتشوف وشي في تل السواقي. يلا يا مصطفى. سعادات افتح الباب بسرعة. ازيك يا سعادات؟ اهلا وسهلا يا ست فريدة. فريدة كده برضه يا فريدة، جالك قلب وهان عليك، تشغليني عليك الفترة دي كلها. بس معلش، انا كنت عارفة ومتأكدة انك لازم ترجعي واشوفك تاني. انا وعدت، وانتي بالذات لا يمكن اخلف وعدي معاكي ابدا. وحشتي وانتي اكتر. تمام يا حضره العمر، جبتهم لك كلهم اسرع من الباب. كلكم هنا؟ جرى ايه يا عمر؟ حصل ايه؟ اللي استدعى لي في وقت زي ده ما يجيش من وراه خير، ايه اللي حصل؟ غير ليه ولا حصل ايه؟ العربيه السوداء بتحوم حوالين البلد، صح يا رجاله؟ صح يا عمده. واهل البلد كمشانين، كل واحد في داره قافل عليه بابه. ما تفهمنا يا عمدي، احكي لنا الحكايه واحده واحده. الليله دي هنعمل في الدكتوره اللي عندنا في البلد اللي ما عرفناش نعمله مع اللي قبلينا. نقتلها يا عمده. نقتلها.
شاف ولا من جري، ويبقوا جابلونا بقى لو عرفوا يثبتوا علينا حاجه. اوعي تقولي لي ان انت جايه تل السواق النهارده علشان تشوفيني مخصوص. بلاش الاسلوب بتاعك ده، اسلوب المخابرات اللي انا عارفاه. خش في الموضوع على طول. يلا قولي لي جايه المره دي ليه. ما تيجي هنا وتكلميني زي ما بكلمك. هو في ايه؟ ما الصور دي شفتها 100 مره قبل كده. فريده، ممكن تقولي لي بالظبط انت بتدوري على ايه في صوري وانا صغيره؟ هقول لك بدور على ايه. بس الايام اللي فاتت شفت حاجات فوق تخيلي. يا سلام، وايه بقى اللي حضرتك شفتيه واكتشفتيه غير اللي احنا بنتكلم فيه وعارفينه؟ ست رجعه، انا ما عنديش وقت نتكلم معاكي كتير. زمان العمد بيلف علي البلد كلها وعايز يقتلني زي ما حاول يقتل فريال. ما تكمليش، انا عارفه، عارفه ان العمده ده مجرم يقدر يعمل اي حاجه ومع اي حد، وعشان كده انا خايفه عليكي. وانا كمان خايفه عليكي. اطلب منك حاجه، ولو عملتيها هتبقى خدمتيني خدمه العمر. خدمه العمر؟ اموري هي دلوقتي عند الغاليه راجحه في بيتها، هنستناها لما تخرج من عندنا، وبعدين نقتلها ونرميها حد الحوض الشرجي زي ما كنا بنعمل من 25 سنة. والقضية هتتقيد ضد مجهول. القول قولك يا عمدة. الولية دي مش لازم يطلع عليها النهار، لو طلع عليها النهار يبقى نقوله على روحنا يا رحمن يا رحيم. لا، ما اقدرش، ما اقدرش. اللي بتطلبيه مني ده مستحيل، ما اقدرش اعمله. مستحيل ليه؟ انتي لسه باقي عليا. كل الناس اللي انتي ضحيتي علشانهم سابوكي لوحدك. اسمعي كلامي يا ست رجحه، انتي عارفه انا بحبك قد ايه. بلاش بقى تعذبي نفسك وتعذبي الانسان اللي بيحبك. قد كده حاسه بيا وعارفه ان انا بتعذب؟ صدقيني انا بتعذب زيه ويمكن اكتر. مفيش يوم بيعدي عليا غير لما بيكون معايا في خيالي. انت ممكن تخلي الخيال ده حقيقي؟ قولي ازاي؟ تمسكي بالفرصة من تاني. انت اللي في ايدك الاختيار، يا تخرجي من هنا وتعيشي حياتك، يا هتفضلي طول عمرك عايشة هنا في السجن اللي فرضوه عليكي. يا فريدة صدقيني، أنا مفيش حد فرض عليا حاجة، مفيش حد سجنني. أنا اللي فرضت ده على نفسي، أنا اللي سجنت نفسي بنفسي. ليه مش قادرة تصدقي؟ خلاص اخرجي.